السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. معكم أبو ريان من قناة أبو ريان لينكس. اليوم عندنا شرح مفيد مثل ما عودناكم. الشرح دائما أنا أخليه مفيد قبل لا يكون جديد، فإن شاء الله شرح اليوم يعجبكم. أتمنى إذا عجبكم الشرح تتفاعلون معي، تكتبون ملاحظاتكم في الأشياء اللي ما فهمتوها، ونبدأ بالشرح بسم الله. الشرح بكل اختصار يا أحبابي، هو عندنا تطبيق. التطبيق هذا يعمل نسخ أو يعمل ملفات بي دي اف، اما عن طريق التصوير او عن طريق اخذ ملف او صوره او نسخه وورد وتحويلها البي دي اف، او اي نسخه كانت تحويلها البي دي اف. طبعا هذا الامر الكل محتاجه في معاملاته اليوميه، اما في التعليم او في التقديم على وظائف او يعني ما شابه ذلك. التطبيق اليوم جدا سهل مثل ما تشوفون قدامكم بالكاميرا او بالشاشه، عفوا، كام سكينر. طبعا هذا التطبيق من افضل التطبيقات حتى الان يعني من وجهه نظري، لانه تطبيق متكامل من شركه معتمده، معتمد داخل جوجل اندرويد. الشرح هذا خاص في جوجل اندرويد، بامكان اللي عندهم نظام اي او اس يلقون التطبيق هذا ويمشون على نفس الشرح. التطبيق بكل اختصار هو عمل سكان او مسح صوره، اما بي دي صوره، اما هويه او كرت عائله او بطاقه عائله عفوا، او اي صوره حتى لو كانت كتاب معين تقدر تاخذها وتطبعها على شكل صوره بي دي اف. تقدر تاخذ كتاب معين وتاخذ صور معينه وترقمها وتحولها كلها البي دي اف. التطبيق جدا ممتع وسهل. خلونا نبدا بشكل سريع. طبعا التطبيق انا مثبته، لذلك تلقى التطبيق موجود في جوجل اندرويد، الماسح الضوئي او كام سكينر. التطبيق مثل ما قلنا معتمد. التطبيق يحتاج نسخة تشتريها، طبعا ما يغني اذا كانت النسخة مجانية، بامكانك تعمل البي دي اف ما عندك مشاكل، فقط هم راح يحطون اللوجو تبعهم على الصورة حفظا لحقوقهم، او على اساس انت تاخذ النسخة الاصلية او النسخة الكاملة بلس إذا كنت متضايق من هذا الأمر. طبعا التطبيق جدا شيق، أنا راح أبدأ على عجال في التطبيق. التطبيق مثل ما تشوفون، أول ما نفتح التطبيق راح يجينا عدة خيارات. طبعا أول ما تفتح التطبيق راح يعطيك خيار إنه كيف تشترك وما إلى ذلك، إيش الميزات اللي راح تستفيد منها بعد الاشتراك. راح يعطيك من ضمن الميزات، راح يعطيك سحابة خاصة. السحابة هذه للي مو فاهم معنى السحابة، السحابة هي مخزن معين في الانترنت خاص فيك انت، في نفس السيرفرات تبعهم خاصه فيك انت، 200 ميجا بايت. طبعا بامكانك كذلك تفتح السحابات الخاصه فيك انت في جوجل، اما جوجل درايف او دروب بوكس او ون درايف او بوكس، او تشوف الملفات الداخليه عندك، او عن طريق الميجا، سحابه الميجا. عموما الواحد يقول لي انا ايش استفيد من هذا كله؟ انت لو لك ملفات معينه في هذه السحابات، او مثلا عندك في الكمبيوتر ملف معين تبغى تعمل له تحويل البي دي اف، بامكانك في الكمبيوتر ترفعه في السحابه وتاخذه من هنا من نفس الهاتف وتعمل له تحويل وترجعه لنفس السحابه، ويصير التنقل سريع. حتى لو كان لك سحابه معينه ورحت اشتريت هاتف اخر وحطيت نفس او اضعت او عفوا سجلت نفس حسابك، بإمكانك ترجع للسحابة وتشوف ملفاتك اللي حولتها. احنا بنختصر الموضوع، نبغى ندخل في كيفية العمل أو الشروع في هذا البرنامج بكل سهولة. طبعا عندنا مثل ما انتم شايفين صورة الكاميرا هنا، هذه هي بداية المشروع أو بداية التصوير. نضغط على الكاميرا طلعت لنا الكتاب هذا، نبغى ننسخه لصورة بي دي اف، مع العلم انه بامكانه ياخذ الصورة الداخلة حتى لو كانت الصورة لك معينة يحولها بي دي اف. طيب صورنا الصورة. الميزة الجميلة في هذا الكتاب انه هو يعطيك كيف يحدد لك الكتاب، يعني تلقائيا يحدد لك صورة الكتاب. نقول له التالي، اعطاني الصورة ووضحها لي عن طريق البي دي اف. نضغط اوكي او نعم، هذا الكتاب موجود عندي، انا الان ابغى احول هذا الكتاب او هذه الصورة لصورة بي دي اف. نضغط على البي دي اف ونضغط مثلا كيفية البي دي اف، هل نشفرها ما نشفرها، توجيه ما توجيه، حجم البي دي اف، نكبر الحجم نصغر الحجم. وهذا مفيد للناس اللي دائما يرفعون ملفات في مواقع معينة، يجي يقول له والله الملف عندك حجمه كبير، الملف حجمه كبير، فحاول تقلصه. يقدر يقلصه على حسب شكل الصفحات. عندنا هنا 29 في 21، وعند للصفحة العادية، وعندنا هنا كذلك للصفحة العادية يعطينا أصغر
فينزل بشكل سريع. طيب احنا الان صورنا الصوره، نشارك الصوره او نحفظ الصوره الطريقه اللي تناسبنا، نعمل له حفظ مثلا او نقل او في المعرض او على حسب، او نسخ او ارسال الفاكس. التطبيق جدا رائع بشكل يعني ما تتخيل. انا بامكاني الان اخذ صوره من اي صوره من الصور اللي عندي، مثلا هذه الصوره ابغى اعملها بي دي اف، اقدر اختارها واعملها بي دي اف استيراد، فيعطيني الصوره بالشكل التالي بي دي اف، اقول له نعم فصارت عندي الصوره هنا بالشكل هذا بي دي اف. كذلك يوجد ميزات اخرى وهي تحويل من بي دي اف لطريقه اخرى. طبعا البرنامج يحتاج تسجيل مثل ما قلنا، تسجل وبامكانك تشتري البرنامج نسخه كامله. كذلك عندك هنا انواع التحويل، كذلك هنا عندك معالجات الملف، وكذلك عندك هنا تقدر تعمل توقيع للصورة. البرنامج الآن فيه إعلانات، لا توجد أقصد فيه إعلانات، ولكن توجد فيه لوجو، لوجو التطبيق راح يكون موجود فيه. طيب الآن إحنا عملنا الخيارات الأساسية، بإمكانك ترقية، الترقية موجودة عندك، راح يعطيك ميزات أكثر، ولكن الأغلب يحتاجون تحويل بي دي اف وما إلى ذلك. في ميزة حلوة في التصوير، التصوير بإمكاننا نعمل صورة لبطاقة هوية وطنية راح يعطيني، أو أي بطاقة معينة راح يعطيني معلومات كيف تصورها، كذلك أقدر أصور كتاب، كذلك أقدر أصور يعني في أمور كثير أنا أقدر أصورها وأستفيد منها، كذلك أقدر أصور مستندات، كذلك أقدر أصور التعرف على النص، صورة الهوية، في أمور كثيرة جدا في هذا التطبيق يعني لا تحضرني، لكن أنا أتمنى إنه يكون التطبيق هذا نال استحسانكم، أتمنى إنه أفدتكم، لأني أنا دائما أعدكم بالشيء المفيد أكثر من الشيء الجديد. أتمنى إذا عجبكم المحتوى إنكم تدعموني، سبسكرايب للقناة، تشوف كل جديد، تفعل التنبيهات، إذا عندك أي استفسار تكتبه بالكومنت، أنا حاضر في أي وقت. أتمنى إذا الفيديو عجبكم شاركوا أصحابكم أصدقائكم كيفية طريقة استخدام هذا التطبيق بشكل سلس والاستفادة منه بأقصى حد. أتمنى أن لكم يوم سعيد، ومعاكم أخوكم أبو ريان، الله يحفظنا ويحفظكم بحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.